فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت النجاسة هي الغائط مثلا أكرمكم الله، وأصابت الثوب واجتهد في إزالته ولكن بقي أثر من اللون، فهل يجزئ الصلاة فيها؟ إن كان أثر، إذا أثر رائحة لا، ما يتسامح فيها الرائحة، لأن وجود الرائحة دليل على وجود العين. أما إذا كان لون، الألوان تشق، بعضها يشق لو غسلت ولو استعملت ما يزول، فهذه ما يتسامح فيه، إذا عجز عن إزالته يتسامح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: تحته ثم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم قال: ولا يضرك أثره. يعني إذا بقي لون أعجزك اتركه، ما عليك منه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.